انما هل لعب كرة الشراب هو اللي ادى المختار المهارة الفردية اللي خليتك فرضتك على الساحة الرياضية المصرية سواء النادي الاهلي او منتخب مصر؟ هو هقول لك حاجة، من الحاجات اللي احنا دلوقتي مفتقدينها هي دي، ان احنا ما عندناش لعيبة كرة على مستوى المستويات اللي احنا كنا بنشوفها زمان في الحوالي وفي الشوارع. يعني هي دي هي دي اللي هي دي اللي مأثره في الكره المصريه. يعني تعرف تقول لي قله المهارات؟ طبعا مفيش، عشان مفيش كره طبعا شراب. طبعا ما الدنيا اتقدمت يا ما اتقدمت يا مصطفى، لكن احنا مثلا زي ما انت كنت بتقول دلوقتي احنا في شبرا في البيتين فرقه، في هنا فرقه وكل عمارتين في فرقه وكل حته جنبينا في فرقه، وكانت في المنطقه الصغيره في خمس ست فرق وهكذا قوية جدا. وكانت الامور طبعا يمكن كانت المعطيات اللي احنا عايشين فيها والبساطه والاماكن اللي احنا بنلعب فيها كانت متوفره، فدي كانت مساعده ان احنا نلعب في الشارع ونلعب أكيد. في يعني في الحوالي اللي حوالينا، وديت اللي ساعدت ان يبقى في مهارات دايما على اعلى مستوى. يمكن دلوقتي احنا بنفتقدها بشكل كبير جدا، لان كم واحد بيلعب في الشارع؟ طب كم واحد بيلعب في مركز الشباب اللي حواليه؟ كم واحد بيلعب في نادي؟ اكيد ان الكلام دوت له تاثير. عايز تقول لي ان اللعيب كره الشراب تحكمه في الكره الصغيره ديت تحكم في الكره الكبيره سهله ولا بتبقى صعبه؟ لا هو شوف، هو اكيد ان هي بتساعد بشكل كبير جدا، لكن الدنيا مختلفه. طبعا الدنيا مختلفه بتختلف، لكن اللي عنده مهاره واللي بيعرف ينميها ويعرف يشتغل فيها، وبعدين لما يروح يشتغل بالكرة الكبيرة يبتدي يعني يتأقلم نفسه عليها. أكيد إن الكلام دوت بيفرق كتير جدا جدا. فرقت معاك الكرة الشراب؟ جدا جدا. أنا كنت بلعب كرة شراب يا مصطفى في الحوالية، ممكن ألعب حاجة اسمها كده جون مشترك، ألعب اتنين تلاتة عليا وأنا لوحدي. فيعني جبار جبار. لا يا أخي فين بقى خلاص. لا طبعا ربنا يديك العمر والصحة.